خذ من الأجر العظيم ما يغازي أن تصلي لله عز وجل من أذان المغرب إلى أذان الفجر. خذ من الأجر حينما تصلي الليل كله، خذ من الأجر العظيم. ويكفي عن هذا ماذا؟ صلاة التراويح مع الإمام في السنن: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، في المسند: حتى تنال حب الله. في المسند قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله. ذكر منهم رجل عنده امرأة حسناء وفراش حسن، فيقوم الليل فيقول: الله يذر شهوته ولو شاء لرقد.